بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض يا شباب كلامنا عن برنولي ايكويشن. لو افتكرنا مع بعض اللي احنا قلناه قبل كده، قلنا ان احنا عندنا تو جوفرنينج ايكويشن في حالة الفلويد كاينيماتكس. الفلويد كاينيماتكس دي قلنا ان احنا هنتكلم على الفلويد في اثناء ما الفلويد دوت بيحصل له فلو في بايب لاين. خلاص انا سبت بقى الاستاتيك فلويد خالص، وقلت ان التو جوفرنينج ايكويشنز اللي عندي هما الكونتينيوتي ايكويشن اللي هي ماس بالانس ايكويشن، والايكويشن التانية اللي هي انرجي بالانس ايكويشن اللي قلنا ان احنا في الاول بتبقى حاجة اسمها اويلرز ايكويشن اللي هي الديفرنشال فورم، وبعد كده لما بنعمل لها انتجريشن بنجيب الشكل بتاع برنولي ايكويشن سواء كان عندي كومبريسبل او انكومبريسبل فلويد. وخدنا الحالة بتاعت الكومبريسبل فلويدز وقلنا بنتعامل معاها ازاي، وازاي بنعمل الانتجريشن اوف دي بي على رو على حسب شكل الريليشن بين الدنسيتي والبريشر للكومبريسبل فلويد ده. انما في حالة الانكمبريسبل فلويدز قلنا ان احنا بيبقى عندنا هي ايكويشن واحدة بس او شكل واحد بس للايكويشن هو اللي احنا شايفينه ده، اللي بيبقى اسمه برنولي ايكويشن. برنولي ايكويشن للانكمبريسبل فلويدز وهي كلها بتبقى شكل واحد بس او هي فورم واحدة بس لأي فلويد، لأي انكمبريسبل فلويد. وكان هو ده الشكل اللي احنا طلعناه لبرنولي ايكويشن فور اني انكمبريسبل فلويدز. لو افتكرنا مع بعض كده ايه هي الترمات اللي انا كنت بتكلم عليها، كنا بنقول ان انا عندي ترم اسمه بريشر هيد. بريشر هيد دوت اللي هو بي على جاما، جاما اللي هي السبيسيفيك ويت او رو في جي. عندي البوتنشال انرجي هيد وعندي الكاينيتيك انرجي هيد. فكنا بنقول ان الانرجي بالانس ايكويشن بتقول لي ان مجموع الثلاثة انرجيز دول عند نقطة معينة بيساوي مجموع الثلاثة انرجيز دول عند النقطة التانية على حسب ما الفلو ماشي من نقطة واحد لنقطة اتنين. وكان عندي شوية assumptions كده كنت شغالة عليهم. الassumptions دي كانت ايه؟ ان الفلويد اللي عندي incompressible، ده طبعا شرط اساسي. ان الفلو اللي عندي يكون steady state، تمام. ان يكون نفس الستريم لاين، وده قلنا ان هو مش شرط ولا حاجة ومش هيحكمني في ان انا اقول ان انا لازم اكون ماشي على ستريم لاين، لان انا كده كده كل الستريم لاينز اللي خارجة من نفس السورس ليها نفس الانرجي. فقلنا ان الشرط دوت يعني ملوش لازمة قوي او مش هيحكمني قوي وانا بحل المسائل. الحاجة بقى اللي احنا عايزين نعدلها ان انا ما ينفعش اقول ان الفلويد اللي عندي فريكشنلس فلويد. يعني ايه فريكشنلس فلويد؟ فريكشنلس فلويد يعني الفيسكوستي بتاعته بتساوي صفر، علشان كده ما بيعملش اي فريكشن ما بينه وما بين البايب لاين اللي هو ماشي فيه. طب هل انا ممكن اصادف في اي ابليكيشن فلويد يكون الفيسكوستي بتاعته بتساوي صفر؟ طبعا لا، الفيسكوستي ممكن تكون قليلة ممكن تزيد، انما استحالة الاقي فلويد يكون الفيسكوستي بتاعته بتساوي زيرو. فاستحالة الاقي فلويد يكون فريكشنلس او يكون لما بيمشي في بايب لاين ما بيحصلش اي فريكشن ما بينه وما بين اللاين ده. يبقى معنى كده ان الشرط بتاع ان انا عندي فريكشنلس فلويد لازم يتعدل. طيب تخيل معايا كده لو انا قلت بقى ان انا الفلويد اللي عندي الفيسكوستي بتاعته عمرها ما هتكون بتساوي زيرو، يبقى ده معناه ايه؟ هو لما الفلويد بيمشي جوه بايب لاين ونتيجة الفيسكوستي بتاعت الفلويد ده ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فريكشن ما بينه وما بين البايب لاين ده. طب هو اي فريكشن بيسبب لي ايه؟ اي فريكشن بيسبب لي لوسز. يبقى معنى كده ان الانرجي اللي كان بادئ بيها الفلويد عند نقطة واحد طول ما هو ماشي في البايب لاين هتبتدي هتبتدي الانرجي دي ايه؟ هتبتدي الانرجي دي تقل لحد ما توصل لانرجي معينة عند نقطة اتنين. يعني مثلا اذا كنت بادئه بتوتال انرجي عند نقطة واحد بتساوي مثلا 20 متر، خلي بالك ان انا بعبر هنا عن الانرجي بالمتر ليه؟ لان انا بعبر عن هيدز، بريشر هيد زائد بوتنشال انرجي هيد زائد كاينيتيك انرجي هيد. فعشان كده بقول لك ان التوتال انرجي هنا هتبقى 20 متر. طب عقبال ما اوصل لنقطة اتنين هتبقى التوتال انرجي بتاعتي كام؟ هتبقى التوتال انرجي بتاعتي مثلا سي 15 متر. ويبقى معنى كده ان انا قابلت لوسس في السكة عقبال ما مشيت من نقطة واحد لنقطة اتنين، اللوسس دي مقدارها قد ايه؟ 5 متر.
خلي بالك انا بقول لك التوتال انرجي عند نقطة واحد كانت كذا، والتوتال انرجي عند نقطة اتنين كانت بتساوي كذا. انا مش عارفة مين اللي قل نتيجة وجود اللوسز، مش عارفة هل البوتنشال اللي قلت ولا البريشر ولا الفيلوسيتي، انا مش عارفة. بس انا عارفة ان التوتال انرجي عند واحد اعلى من التوتال انرجي عند اتنين بمقدار اللوسز. يعني اذا حبيت اكتب بقى برنولي ايكويشن او اللي اسمها موديفايد برنولي ايكويشن، هقول ان التوتال انرجي عند نقطة واحد هتساوي ايه؟ هتساوي التوتال انرجي عند نقطة اتنين زائد الفريكشن لوسز اللي قابلتني عقبال ما مشيت من نقطة واحد لنقطة اتنين. اللي احنا قلنا لو كان عند نقطة واحد 20 متر، مجموع البريشر والبوتنشال والكينيتيك انرجي هاد 20 متر، هوصل عند نقطة اتنين مجموع البريشر والبوتنشال والكينيتيك 15 متر، ويبقى انا عندي هنا فريكشن لوسز بتساوي 5 متر. خلي بالك انا هنا بتكلم على فريكشن لوسز اللي هي نتيجة مرور الفلويد ده في بايب لاين، ونتيجة الفيسكوستي بتاعة الفلويد اللي بتسبب فريكشن ما بينه وما بين البايب بولز. طبعا انا في عندي لوسز تانية كتيرة نتيجة مثلا ان انا اعدي فالف او حاجة، بس دي هنبقى نتكلم عليها بقى في بداية الترم التاني ان شاء الله. فانا هنا كلامي على الفريكشن لوسز نتيجة الفيسكوستي بتاعة الفلويد، ونتيجة الفريكشن اللي ما بيحصل ما بين الفلويد والبايب لاين. طب الفريكشن لوسز دي نفسها بقى هقول ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي كوفيشنت اسمه كي، دايمنشنلس ملوش فاليو، في في سكويرد على 2 جي. يبقى معنى كده ان الترم بتاع الاتش اف اللي بيعبر عن الفريكشن لوسز هو كمان اليونتس بتاعته هتبقى هيد. هيبقى هيد يعني ايه؟ يا اما هيبقى بالمتر يا اما هيبقى بالفوت، على حسب انا شغاله بانهي سيستم اوف يونتس. في حاجه تانية لازم اعدلها، ان انا مش دايما يكون عندي ناتشرال فلو. يعني انا من شويه قلت لك ان انا عندي بايب لاين هيمشي فيه فلويد من نقطه واحد اللي التوتال انرجي عندها 20 متر، لنقطة اتنين اللي التوتال انرجي عندها 15 متر، وهيقابل لوسس في السكة بتساوي 5 متر. فتمام، الفلو دوت اسمه ايه؟ الفلو ده اسمه ناتشرال فلو. يعني انا طبيعي اقدر امشي من نقطة واحد لنقطة اتنين من غير ما احتاج اي مصدر اضافي للطاقة. هل انا هي دي الكيس اللي عندي طول الوقت؟ لا خالص، انا ممكن اكون عايزة امشي من نقطة واحد اللي الانرجي عندها 10 متر، ومحتاجة اوصل لنقطة اتنين اللي الانرجي عندها مثلا 15 متر، ومحتاجة اقابل او مش محتاجة، غصب عني هقابل لوسس في السكة الفاليو بتاعتها 8 متر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا هقابل لوسس 8 متر، عايزة اوصل لانرجي 15 متر، يبقى انا لازم اكون بادئة بتوتال انرجي بتساوي كام؟ لازم اكون بادئه بتوتال انرجي 23 متر. طب في واقع الامر انا ما عنديش غير 10 متر انرجي بس، يبقى في الحاله دي انا محتاجه ايه؟ محتاجه زقه. زقه يعني ايه؟ يعني محتاجه بمب تتحط في سكه الفلويد. في الحاله دي انا بيبقى عندي فلو اسمه ايه؟ بيبقى اسمه فورسد فلو. يعني ايه فورسد فلو؟ يعني كانت التوتال انرجي عند نقطة واحد اللي هي الستارتنج بوينت بتاعت الفلويد اقل من التوتال انرجي بتاعت نقطة اتنين اللي هي الفاينل بوينت اللي هيوصل لها الفلويد. ففي الحالة دي انا لازم اضيف ايه للفلويد ده؟ لازم اضيف بامب، اركب بامب على البايب لاين ده. يبقى في الحالة دي اقدر اعمل موديفيكيشن تاني لبرنولي ايكويشن. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان التوتال انرجي عند نقطة واحد زائد حاجة اسمها البامبنج هيد. اتش بي ده هو البامبنج هيد، اليونتس بتاعته برضو يا اما بالفوت يا اما بالمتر على حسب اليونتس اللي انا ماشية بيها. البامبنج هيد ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الانرجي هيد اللي ضافتها البامب للفلويد. يعني مثلا في مثال زي اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي ده، هيبقى محتاجة بامبنج هيد قد ايه؟ هبقى محتاجة بامبنج هيد 13 متر. عرفت منين؟ علشان لما يبقى عندي بامبنج هيد ب 13 متر يتضافوا على الانرجي بتاعت نقطة واحد اللي هي 10 متر، اقدر اتخلى في السكة عن 8 متر فريكشن لوسز، واوصل عند نقطة اتنين ب 15 متر كتوتال انرجي هيد. يبقى البامبنج هيد في الحالة دي بيتضاف على نقطة واحد.
علشان اقدر اقاوم الفريكشن لوسز اللي هيحصل لي في السكة واوصل لنقطة 2 اللي انا عايزة اوصل لها. يبقى احنا هنقول بقى ان بالنسبة لنا دلوقتي برنولي ايكويشن بقت ايه؟ التوتال انرجي عند نقطة 1 زائد اتش بي اللي هو البامبنج هيد اللي بالفوت او بالمتر، زائد التوتال انرجي بتساوي التوتال انرجي عند نقطة 2 زائد الفريكشن لوسز اللي انا هقابلها من نقطة 1 لنقطة 2. طب البامبنج هيد ده، هل انا بروح اشتري البامب بقول انا عايزة بامب الهيد بتاعها 5 متر؟ لا، انا بروح اشتري بامب بقول انا عايزة بامب مثلا 1 حصان، 2 حصان، 1.5 حصان، وهكذا. فانا دلوقتي محتاجة ان انا احول البامبنج هيد اللي بالمتر او بالفوت ده لباور. طب ايه الايكويشن بقى اللي بحول بيها البامبنج هيد لباور؟ بقول ان البامب باور او البريك هورس باور اللي انا محتاجاها بتساوي البامبنج هيد اللي انا جبته من برنولي ايكويشن في الجاما اللي هي السبيسيفيك ويت بتاع الفلويد، رو في جي يعني بتاعة الفلويد، في كيو اللي هي الفوليومتريك فلوريد بتاع الفلويد. التلاتة دول مع بعض كده احنا بنسميهم ايه؟ بنسميهم الفلويد باور. لما بقسمهم على البامب افشنسي اللي هي بتتراوح من 60 لـ80% بجيب حاجة اسمها البامب باور، او تقدر تقولها بمعنى تاني ان نتيجة ان البامب ما بيبقاش الباور بتاعها، ما بيبقاش الافشنسي بتاعتها 100%، فاذا كان عندي البامب باور مثلا 10 هورس باور والافشنسي بتاعتها 0.7، يبقى معنى كده ان الفلويد باور او الباور اللي ديليفرد تو ذا فلويد هتبقى 0.7 × 10، يعني 7 هورس باور. طب امال الافشنسي او التلاتة هورس باور بقى اللي هينقصوا دول بيروحوا فين؟ دول بيبقوا ميكانيكال لوسز في البامب. فالبامب عمرها ما يكون هي الباور بتاعتها 10 هورس باور وتعمل ديليفرنج الـ10 هورس باور للفلويد، امال مفيش لوسز خالص؟ طبعا مفيش الكيس دي. فاذا كان مثلا البامب باور 10 هورس باور والافشنسي بتاعتها 70%، يبقى معنى كده ان الفلويد مش هينوبوا من الـ10 هورس باور دول غير 7 هورس باور بس. فاحنا بنقول ان الفلويد باور اللي هي اتش بي في جاما في كيو على البامب افشنسي اللي بتتراوح من 60 لـ80%، اقدر من هنا اجيب البامب باور اللي انا محتاجاه. طب لو جينا اتكلمنا على اليونتس، اليونتس اللي انا هشتغل بيها، والله اذا انت جبت كنا شغالين اس اي، هتحط البامبنج هيد بالمتر ده اللي انت مطلعه من برنولي ايكويشن، هتحط الجاما بالنيوتن بير متر كيوبد، هتحط الكيو بالمتر كيوبد بير سكند، هتطلع لك الباور بانهي وحده؟ هتطلع لي الباور بالوات. لو انت عايز تحول الوات ده لهورس باور هتقسمه على 746 علشان تحوله لهورس باور. طب اذا انا بقى مش عايز اشتغل بالاس اي وهشتغل بالبريتش جرافيتيشنال سيستم، هعمل ايه؟ هحط البامبنج هيد بالفوت، وهحط الجاما بالباوند فورس بير فوت كيوبد، وهحط الكيو بالفوت كيوبد بير سكند. ففي الحالة دي هتطلع لي الباور بايه؟ هتطلع لي الباور بالباوند فورس فوت بير سكند. طب اذا انت عايز تحولها الهورس باور هتعمل ايه؟ هتقسمها على 550 علشان تحولها لهورس باور. فده كده التو سيستمز اوف يونتس اللي احنا هنشتغل بيهم. يبقى معنى كده ان من هنا ورايح بالنسبة لك برنولي ايكويشن هي انهي ايكويشن؟ بالنسبة لي برنولي ايكويشن هي دي، ان البريشر زائد زد زائد كينيتيك انرجي هيد زائد بامبنج هيد، اللي هي دي ان البريشر انرجي هيد وبوتنشال وكينيتيك انرجي هيد زائد بامبنج هيد بيساوي الناحية التانية بريشر وكينيتيك وبوتنشال عند نقطة 2 زائد اتش اف. يبقى من هنا ورايح بالنسبة لك برنولي ايكويشن اللي انت هتبتدي بيها كل مرة في حالة الانكمبريسبل فلويد هي الايكويشن دي. والله لو في المسألة ما كانش فيها بامب هتبقى تشطب الترم بتاع الاتش بي وتعتبره بصفر. لو في المسألة قال لي نيجليكتنج الفيسكاس افكت او نيجليكتنج الفريكشن لوسز او ان الفلويد اللي كان عندي ده كان فريكشنلس فلويد، يبقى ساعتها ههمل الترم بتاع اتش اف. اذروايز هي دي الايكويشن اللي انا شغاله بيها وهي دي الترمات اللي انا هشتغل عليها.
طيب لو جينا نشوف كده في المسائل الكلام دوت بعمله ازاي. هنا بيقول ان انا في عندي فاير بوت ماشي في سي ووتر، السبيسيفيك جرافيتي بتاعتها 1.025. البايب لاين هو مديهوني هنا، مديني البايب لاين اللي بيطلع على البامب دوت الديامتر بتاعه 6 انش، وبعدين الديمنشنز او الزد او البوتنشال انرجي هيدز مديهاني 6 فوت و10 فوت. اللي طالع من البايب لاين من البامب اللي داخل على البامب ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه السكشن لاين. طب واللي خارج من البامب بنسميه ايه؟ الديسشارج او الدليفري لاين. فالديامتر بتاع السكشن لاين كان 6 انش، الديامتر بقى بتاع النوزل اللي موجودة في اخر الدليفري لاين كانت 2 انش، وكانت الفيلوستي اللي خارجة منها 120 فوت بير سكند. قال لي ان الافيشنسي بتاعت البامب دي كانت 75%، التوتال لوسز اللي في السيستم ده كانت 6.5 فوت. عايزني اجيب الهورس باور بتاعت الموتور اللي بيحرك البامب دي. طب هعمل ايه؟ انا عايز اجيب الباور اللي انا محتاجاها للبامب. ابتدي بالمطلوب منك، هي الباور اللي انت عايز تحسبها دي بتساوي ايه؟ بتساوي بامبنج هيد اتش بي في جاما في كيو على البامب افيشنسي. شوف كده لو انت عندك حاجة عوض بيها. عندي ايه؟ عندي جاما بتاعة الفلويد، هي جاما بتساوي ايه؟ بتساوي رو في جي. طب رو بتاعة الفلويد بتساوي ايه؟ بتساوي السبيسيفيك جرافيتي فرو ووتر. هي السبيسيفيك جرافيتي بكام؟ 1.025. عايز اخلي السبيسيفيك جرافيتي دي دنستي، هعمل ايه؟ هضرب في الدنستي بتاعة الووتر اللي هي 1.94. كده انا جبت الدنستي بتاعة الفلويد. الجي اللي انا هعوض بيها هنا كام؟ 32.2. يبقى انا كده خلاص جبت الجاما او السبيسيفيك ويت بتاع الفلويد ده بالباوند فورس بالفوت كيوب. عايز اجيب الكيو. الكيو بتساوي ايه؟ بتساوي اريا في فيلوستي في اي سكشن في البايب لاين، ما احنا ماشيين ستيدي ستيت. فلو انت عارف السرعة عند الديامتر الستة انش هاتها، انما انا هنا عارفة ايه؟ الديامتر الاتنين انش والسرعة بتاعته 120 فوت بير سكند. يبقى هو ده اللي هعوض بيه. هقول ان الاريا باي على 4، الديامتر 2 على 12 سكويرد علشان احول من انش الفوت، والفيلوستي 120 فوت بير سكند. تطلع الفوليومتريك فلوريت ده على بعضه بكام؟ يطلع 2.62 فوت كيوبد بير سكند. طيب اجي بعد كده البامب افيشنسي قال لي عليها بكام؟ قال لي عليها ب 75%. يبقى انا كده كل اللي ناقصني علشان اقدر اجيب الباور ان انا يكون عندي البامبنج هيد. طيب اجيب البامبنج هيد ازاي؟ هروح على برنولي ايكويشن واحط نقطتين وابلاي برنولي ايكويشن ما بين النقطتين دول. خلي بالك ان انت اللي هتختار النقطتين اللي انت هتابلاي بينهم برنولي. فبص كده للنقطتين اللي انا اخترتهم، هتلاقيني اخترت اسهل نقطتين بالنسبة لي. طب لو انا هابلاي برنولي ايكويشن بالنقطة 1 و2، هقول ايه؟ هقول ان في 1 على جاما زائد زد 1 زائد V1 سكويرد على 2G زائد HB equals B2 على جاما plus Z2 plus V2 سكويرد على 2G plus HF. خلاص من هنا ورايح هي دي برنولي ايكويشن اللي انا حافظها. نبتدي بقى نعوض عن ترم من دول. لو احنا بصينا لنقطة 1 ونقطة 2 اللي انا اخترتهم، هلاقي ان الاتنين البريشر بتاعهم اتموسفيريك او زيرو جيج. فانا اقدر اقول ان في 1 وP2 الاتنين زيرو جيج او اتموسفيريك، او الاتنين متساويين فهيتشالوا من المعادلة من الناحيتين. طيب اذا انا جيت وقلت لك ان انا هاخد الريفرنس بتاع البوتنشال عند نقطة 1 ان الزد بتساوي زيرو، يبقى معنى كده ان زد 1 بتساوي 0، ويبقى زد 2 هتساوي كم من على الرسم؟ هتساوي 10 فوت. نقطة 1 نقطة جوه تانك او جوه بحر او جوه واتيفر، المهم ان هو لارج اوبن تانك، فيبقى الفيلوستي عند نقطة 1 بتساوي 0. طب الفيلوستي عند نقطة 2 بتساوي كام؟ ما هي جيفن. هعوض عن الترم ده ازاي؟ 120 سكويرد على 2G اللي هي 32.2. طب الفريكشن لوسز هو مديهاني ازاي؟ خلي بالك ان الفريكشن لوسز احنا قلنا ان هي بتساوي كي
في بي سكويرد على 2 جي. فوالله لو هو ادالك الفاليو بتاعه الكي هتعوض عن الفريكشن لوسس كي وتضربها في البي سكويرد على 2 جي. انا هنا دي الحاله الطيبه، انا اديت لك الاتش اف على بعضها بستة ونص فوت، خلاص هتعوض عنها بالستة ونص فوت، ما انت كنت هتعمل كي في في سكويرد على 2 جي علشان تجيبها بالفوت، فانا خلاص اديتها لك بالفوت جاهزه. طب خلاص انا كده فاضل لي ايه في المساله؟ مش عارفاه كده، ما فاضل ليش غير البامبنج هيد، هو بس اللي انا مش عارفاه. طب البامبنج هيد من الايكويشن دي هجيبه بقى يطلع بيساوي كام؟ هيطلع البامبنج هيد من المسألة دي بيساوي 240 فوت. طب انا كنت بجيب البامبنج هيد اصلا ليه؟ علشان اخده واعوض بيه في الايكويشن دي فطلع الباور اللي انا محتاجاه. تطلع كام بقى الباور اللي انا محتاجاها؟ تطلع 5600 باوند فورس فوت بير سكند. طب اذا كنت عاوز احولها لهورس باور اعمل ايه؟ اقسم الكلام ده على 550. اذا قسمتها على 550 تطلع لي الباور اللي انا محتاجاها في حدود 97 هورس باور. يبقى ده كده شكل برنولي ايكويشن لما يكون عندي بامب ولما يكون عندي فريكشن لوسس في المسألة. مجرد عملت تعديل بسيط على شكل برنولي ايكويشن اللي انا كنت بشتغل بيه قبل كده. طيب نيجي المسألة تانية. هنا في المسألة دي كان بيقول ان انا عندي لارج تيربن. اللارج تيربن دي خلي بالك المسألة دي عكس المسألة اللي فاتت. المسألة اللي فاتت كان ايه؟ علشان اقدر اوصل من نقطة واحد اللي على الفري سيرفس هنا واطلع في الديامتر ده وعدي في البامب واطلع بفيلوستي 120 كنت محتاجة بامب تساعدني. هنا بقى في المسألة دي انا اوريدي عندي انرجي عالية عند نقطة واحد مثلا هنا وهوصل لنقطة اتنين هنا بانرجي اقل، فانا مستخسر الانرجي دي تضيع في الهواء. فعملت ايه؟ حطيت توربن في سكة الفلويد بحيث ان انا اكستراكت الباور الزيادة اللي عنده او الانرجي الزيادة اللي عنده اخدها واستفيد بيها. الفلويد اوريدي ماشي عنده انرجي كبير ويعرف يوصل للنقطة اللي هو عايز يروحها براحته. طب الانرجي الزيادة اللي عنده دي هسيبها كده؟ لا، احط توربن واحاول اخد انا منه الانرجي الزيادة دي واستفيد بيها. فهنا بيقول لي ان الفريكشن لوسس في السيستم ده كانت 3.5 في سكويرد على 2 جي. هنا مديها لك اهو بالفورم بتاعتها كي في سكويرد على 2 جي. عايزني اجيب ايه بقى؟ عايزني اجيب الفوليومتريك فلوريت بيساوي كام بتاعة الووتر اللي هتمشي في البايب لاين اللي فيه التوربن ده. اذا كانت الباور اكستراكتد كانت 25 ميجا وات. الباور اللي انا هاخدها من التوربن 25 ميجا وات. Which of the two possible solution has better conversion efficiency؟ خلينا الاول نجيب الباور اللي انا محتاجاها، الفوليومتريك فلوريت اللي انا محتاجاه بيساوي كام. طيب مسألة عادية خالص ولا اي حاجة، هابلاي برنولي ايكويشن. انا عايز اجيب فوليومتريك فلوريت، هبتدي بالمطلوب مني. فوليومتريك فلوريت يعني ايه؟ يعني اريا في فيلوستي. الاريا في الفيلوستي فين؟ لما كان الفلويد ماشي في البايب لاين اللي الديامتر بتاعه 4 متر. طب انا عارفة ان الاريا باي على 4 في 4 سكوير، دي يبقى انا محتاجة اجيب ايه؟ يبقى انا محتاجة اجيب الفيلوستي. طب هجيب الفيلوستي منين؟ هروح على برنولي ايكويشن واحاول احط نقطتين، نقطة واحد ونقطة اتنين، اكون عارفة عنهم كل حاجة وابلاي برنولي ايكويشن ما بين النقطتين. طيب خلي بالك بقى، اذا كنت بقول ان في حالة لما يكون عندي بامب، البامب دي الهيد بتاعها بيضاف لنقطة واحد علشان اقدر اوصل لنقطة اتنين، فالتوربن العكس. في حالة ان انا يكون عندي توربن هقول ايه بقى شكل برنولي ايكويشن؟ ان بي واحد على جاما بلس زد واحد بلس في واحد سكويرد على 2 جي ايكوالز بي تو على جاما بلس زد تو بلس في تو سكويرد على 2 جي بلس الاتش اف اللي هتحصل او الفريكشن لوسز اللي هتحصل نتيجة معدي من نقطة واحد لنقطة اتنين زائد التوربن هيد. كل ده بقى هيبقى موجود عندي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان التوتال انرجي عند نقطة واحد بيساوي التوتال انرجي عند نقطة اتنين
زائد الفريكشن لوسز اللي هتحصل، زائد كمان الهيد اللي انا هاخده من التوربين دي. طيب نبتدي كده نعوض في الايكويشن دي واحده واحده. في الاول هقول ان نقطة واحد ونقطة اتنين الاتنين كانوا اتموسفيريك بريشر، يعني الاتنين زيرو جيج. هنا هو حاطط لي البوتنشال عند زد واحد كان 50 متر وعند زد اتنين كان 10، فهعوض زي ما هو قال لي، فهحط زد واحد ب50 وهحط زد اتنين ب10. الفيلوستي عند نقطة واحد ونقطة اتنين هما الاتنين موجودين في لارج اوبن تانك، يبقى السرعتين بيساوي صفر. طيب فضل لي كده ايه، 50 ناقص 10 اللي هما 40. 40 دول هيساوي ايه؟ هيساوي الفريكشن لوسز اللي هي 3.5 في سكويرد على 2 جي، زائد الاتش تي اللي انا لسه مش عارفاه. طيب البامبنج التوربين هيد ده هجيبه ازاي؟ ما انا عارفة ان الباور بتاعة التوربين كان مديهاني ب25 ميجا وات. طيب اجيب الاتش تي ازاي؟ انا عندي الباور بتاعة التوربين اللي بتساوي اتش تي في جاما في كيو، شبه البامب بس اتش تي بدل اتش بي. طيب انا عندي الباور دي بتساوي كام؟ 25 ميجا وات، يعني 25 × 10^6. عندي الجاما بتاعة الفلويد اللي هي 1000 × 9.81، نشغل اس اي. طيب انا كده هعمل ايه بقى؟ هتفضل عندي ال ht as a function of q، يبقى انا هشيل ال ht دي من هنا as a function of q. لو تحب ممكن كمان تشيل ال v squared وتحط مكانها q squared على ال a squared، علشان تبقى ال equation بتاعتك كلها function في q. فانا هشيل، ما انا اصلا ال q دي هي required، فانا هشيل ال v squared واحط مكانها q squared على ال area squared، وهشيل ال ht دي وهحط مكانها ايه؟ هحط مكانها الباور بتاعة التوربين مقسومة على جاما في q. يبقى انا كده طلعت equation كلها function في q بس، او بمعنى اصح هتكون function في q cubed، معادلة من الدرجة التالتة في q. لما تيجي تحل الايكويشن بتاعة الكيو دي وتطلع الروتس بتاعتها، معادلة من الدرجة التالتة، يعني ايه؟ يعني هتطلع لي تلات ارقام، تلات قيم، تلات حلول. فالكيو هتطلع لها تلات قيم، التلات قيم دول واحدة منهم −214.4 m³/s، التانية هتطلع 137.9 m³/s، التالتة هتطلع 76.5 m³/s. فانا هنا طلعت معادلة من الدرجة التالتة في Q، حلتها، طلعت تلاتة values للQ، واحدة منهم مش محتاجة افكر فيها، هي neglected لان مفيش حاجة اسمها Q بالنيجاتيف. طيب هيطلع لي 2 values تانيين للQ. هو هنا كان بيسألك سؤال، بيقولك انهي فاليو من الحلول اللي انت طلعتها دي هي اللي تدي لك الافيشنسي الاحسن، او اللي هي تبقى بيتر سوليوشن. يعني اخد الكيو العالية علشان يبقى عندي فوليومتريك فلوريت عالي، ولا اخد الكيو القليلة؟ خلي بالك ان الفريكشن لوسز بتساوي ايه؟ الفريكشن لوسز بتساوي كي في في سكويرد على 2 جي، وفي دي يعني فوليومتريك فلوريت لو انت ضربتها في الاريا يعني. فكل ما انت هتختار الفوليومتريك فلوريت الكبير، كل ما ده هيخلي عندك فريكشن لوسز عالية. يبقى انا في الحالة دي ههمل برضو الترم بتاع الفريكشن بتاع الكيو العالية، علشان ما يبقاش عندي فريكشن لوسز عالية، وهقول ان الحل الامثل بالنسبة لي ان يكون الفوليومتريك فلوريت 76.5 m³/s. ليه اخترت الفوليومتريك فلوريت الاقل؟ علشان افضل عند الفريكشن لوسز الاقل. طيب لو جينا المسألة تانية، هنا بيقول لي ان في كيروسين كان ماشي في البايب لاين ده ومعدي على بامب. الكيروسين ده كان الفوليومتريك فلوريت بتاعه 2.3 فوت كيوبد بير سكند.
اللوسز ما بين نقطة واحد، نقطة واحد واتنين اهي، ادي نقطة واحد وادي نقطة اتنين. اللوسز ما بين نقطة واحد واتنين كانت 8 فوت، وقال لي ان البامب دي ديليفرز 8 هورس باور تو ذا فلو. فخلي بالك لما اقول لك ان دي الباور ديليفرد تو ذا فلويد، يبقى معنى كده ان ال 8 هورس باور دول بيساوي مين؟ اتش بي في جاما في كيو، الفلويد باور نفسها من غير ما تقسمها على الافشنسي تاني، خلاص هي دي الجزء من البامب باور اللي راحت للفلويد. يعني انا هنا مديالك ايه؟ مديالك البامب باور تايمز الافشنسي اللي هي الفلويد باور اللي هي بتساوي اتش بي جاما في كيو، هي دي البامب الباور ديليفرد تو ذا فلويد. هو بقى كان حاطط مانومتر ما بين نقطة واحد ونقطة اتنين علشان يقيس البريشر ديفرنس ما بين النقطتين. طيب انا هنا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الديفليكشن اللي في المانومتر ده بيساوي كام. طيب هعمل ايه في المسألة؟ انا عايز اجيب الاتش دي بتساوي كام، يعني عايز اجيب البريشر ديفرنس ما بين النقطتين اللي هما نقطة واحد ونقطة اتنين دول، عايز اعرف هما بيساوي كام. طب هعمل ايه؟ ما حلتكش غير برنولي، ابلاي برنولي ايكويشن بين النقطتين وربنا يسهل. هقول ان في واحد على جاما زائد زد واحد زائد في واحد سكويرد على 2 جي زائد اتش بي اللي هو البامبنج هيد بيساوي في 2 على جاما بلس زد 2 بلس في 2 سكويرد على 2 جي بلس اتش اف. ادي شكل برنولي اللي انا خلاص بقيت حافظاه زي اسمي طول الوقت. طيب نبتدي بقى نعوض كده بالكلام ده. مبدئيا كده بي واحد وبي اتنين مفيش حاجة بقى اسمها زي المسائل اللي فاتت هشيل الاتنين مع بعض باتموسفيريك بريشر والكلام ده، ده انا اساسا عايزة اعرف البريشر ديفرنس ما بين نقطة واحد ونقطة اتنين بدليل ان انا حاطة المانومتر ما بين الاتنين. طيب من الديفليكشن بتاع المانومتر ده ممكن نستنتج مين فيهم البريشر الاعلى؟ ممكن استنتج من الديفليكشن ده ان البريشر بتاع نقطة اتنين اعلى من البريشر بتاع نقطة. فمن شكل الديفليكشن اقدر اقول ان البريشر عند نقطة اتنين اعلى من البريشر عند نقطة واحد. طيب هات دي بقى الناحية دي كده، ويبقى عندك ترم اسمه بي اتنين ناقص بي واحد على جاما، ونشوف بقى هنطلعه ازاي. طيب شوف لي كده زد واحد وزد اتنين، انت تقدر تحط الزد عند واحد بصفر ويبقى معنى كده ان زد اتنين بتساوي كام؟ ويبقى معنى كده ان زد اتنين بتساوي 5 فوت. تعالى للسرعات، في واحد وفي اتنين اجيبهم منين؟ طيب ادور كده في المسألة واشوف، هلاقي عندي الفوليومتريك فلوريت جيفن، كان بيقول لي ان الفوليومتريك فلوريت 2.3 فوت كيوبد بير سكند. طب اذا انا عندي الفوليومتريك فلوريت وعندي الديامتر بتاع نقطة واحد ونقطة اتنين، يبقى انا بسهولة اقدر اقسم الفوليومتريك فلوريت على الاريا عند واحد، فطلع الفي واحد بتساوي كام؟ هتطلع الفي واحد بتساوي 46.9 سكويرد على 2 جي اللي هي 32.2. بنفس الطريقة اقدر اطلع الفيلوستي عند نقطة اتنين، فتطلع الفيلوستي عند نقطة اتنين بتساوي 11.7 فوت بير سكند. يبقى انا هقول 11.7 سكويرد على 2 جي. طيب قال لي ان انا عندي فريكشن لوسز ما بين نقطة واحد واتنين قد ايه؟ قال لي ان الفريكشن لوسز ما بين التو بوينتس دول كانت 8 فوت. طيب عايز اجيب الاتش بي، اجيب الاتش بي ازاي؟ ما هو قال لي ان الاتش بي في جاما في كيو بيساوي ايه؟ قال لي ان هو بيساوي 8 هورس باور. بس خلي بالك اليونتس اللي انا هشتغل بيها، هحط الاتش بي بالفوت، وهحط الجاما بالباوند فورس بالفوت كيوبد، وهحط الكيو بالفوت كيوبد بير سكند، ده يديني باور بالباوند فورس فوت بير سكند. يبقى المفروض التمانية هورس باور دول اعمل فيهم ايه؟ اعمل لهم ملتبلاي 550 علشان احولهم من هورس باور لباوند فورس بير فوت كيوبد، لباوند فورس فوت بير سكند. طيب انا عايزه الاتش بي اعوض عن الجاما بكام؟ 1.9، لا الكيروسين هو مديني الدنستي بتاعه الكيروسين هنضيفها للمساله، الدنستي بتاعته
او السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الكيروسين كانت 0.804، السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الكيروسين كانت 0.804. ف 0.804 دي هعمل فيها ايه؟ هعمل لها تايمز 1.94، كده حولت من سبيسيفيك جرافيتي لدنستي، تايمز 32.2، يبقى انا كده جبت الجاما اللي هو السبيسيفيك ويت. طب الفوليومتريك فلوريت هو كان مديهوني ب 2.3 فوت كيوبد بير سكند، يبقى انا من هنا اقدر اطلع مين؟ من هنا اقدر اطلع البامبنج هيد. هيطلع البامبنج هيد ده بالفوت. طب اخد البامبنج هيد دوت واعوض عنه هنا خلاص، يبقى انا كده اقدر احسب مين بقى دلوقتي؟ دلوقتي اقدر احسب بي 2 ماينس بي 1 على جاما، دي هي الفاليو اللي انا اقدر احسبها دلوقتي. البامبنج هيد اللي انا حسبته ده هيطلع 38.1 فوت، الاتش بي هيطلع 38.1 فوت، ويبقى انا كده اقدر اجيب البريشر ديفرنس ما بين نقطة واحد ونقطة اتنين. لما اضربه في جاما هقدر اجيب مين؟ بي 2 ماينس بي 1. طيب انا جبت الرقم بتاع بي 2 ماينس بي 1 اوفر جاما، بس انا برضو مش هو ده اللي انا عايزاه، انا عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب الاتش دي. فهعمل ايه بقى؟ هرجع بقى مسألة مانومتر تاني. مسألة مانومتر يعني ايه؟ يعني اجي على المانومتر ده واحط نقطتين في المانومتر، هقول ان هما نقطة 3 ونقطة 4، واحطهم هما الاتنين جوه نفس الليكويد على نفس الهوريزونتال ليفل، واساوي عندهم البريشر. يبقى معنى كده هقول ان بي 3 بتساوي بي 4. هي مسائل المانومتر ينفع تدخل جوه مسائل الفلويد كاينماتكس؟ عادي جدا، عايز اجيب البريشر ديفرنس ما بين نقطتين وحط مانومتر. طيب اربط لي بقى البريشر عند نقطة 3 بالبريشر بتاع نقطة 1، هتقول لي ايه؟ ان بي 3 بيساوي البريشر عند نقطة 1 زائد الرو بتاعة المانومتر فلويد اللي هو الميركري في جي في اتش اللي انا عايزاها. المفروض تزود عليها الحتة الصغيرة دي اللي هي الفاليو بتاعتها اكس، بس انت هتزود الاكس دي اللي هي رو فلويد في جي في اكس وهتتشال من ناحيتين. طيب نيجي لنقطة 4، ايه العلاقة بين نقطة 4 ونقطة 2 من حيث البريشر؟ هتقولي ان البريشر بتاع نقطة 4 بيساوي بي 2 بلس شايلة ايه فوقيها نقطة 4 غير بي 2؟ شايلة فوقيها رو ليكويد في جي في ايه بقى؟ في 5 بلس اتش. ادي الفلويد اللي شايلاه مين؟ الفلويد اللي شايلاه نقطة 4. طب لو زودت اكس هنا واكس هنا هيبقى رو ليكويد جي اكس ورو ليكويد جي اكس، وهيتشطبوا من الناحيتين مع بعض. طب انت تعرف ايه؟ انا اعرف بي 2 ماينس بي 1 اعرفهم بيساوي كام، كنت جايباهم من هنا. لما هتيجي انت تحسب بي 2 ماينس بي 1 من الايكويشن دي هتلاقي ان بي 2، خلي بالك هتجيب بي 2 ماينس بي 1 على جاما وبعدين تضرب في جاما بتاعه الكيروسين، فهتلاقي ان بي 2 ماينس بي 1 بتساوي 2866 باوند فورس بير فوت سكويرد. فخلاص انا الفاليو بتاعت بي 2 ماينس بي 1 عندي. طب هو بي 2 ماينس بي 1 هيساوي ايه؟ هيساوي رو مانومتر جي اتش ماينس رو ليكويد جي 5 بلس اتش. هات البي 1 الناحيه دي وهات الترم ده الناحيه دي. طب ما انت كل حاجه عندك بقى خلاص. الرو بتاعه الميركري بجيبها ازاي؟ بضرب السبيسيفيك جرافيتي بتاعته في الدنستي بتاعه الووتر، وبعدين عندي جي ب 32.2 في اتش، ادي اللي انا عايزاه. طيب نيجي للترم ده، عندي الدنستي بتاعه الكيروسين اهي في الدنستي بتاعه الووتر، عشان احول من سبيسيفيك جرافيتي لدنستي، في 32.2 في 5 بلس اتش. وانا عندي من الخطوة اللي فاتت البي 2 ماينس البي 1 بتساوي كام خلاص. يبقى انا مفضليش في المسألة دي كلها غير مين بس اللي انا معرفوش؟ الاتش. لما تيجي تحسب الاتش بتساوي كام هتلاقيها طلعت 3.92 فوت. يبقى ده كده شكل من ضمن اشكال المسائل اللي ممكن تجيلي على برنولي ايكويشن، او بمعنى تاني بقى موديفايد برنولي ايكويشن.
يبقى احنا خلاص اتفقنا ان من هنا ورايح شكل برنولي equation for any incompressible fluid بيساوي ايه؟ لو انا عندي pump هقول ان هي بتساوي P1 على جاما plus Z1 plus V1 squared على 2G plus HB equals P2 على جاما plus Z2 plus V2 squared على 2G plus HF. يا اما يكون عندي توربن فبدل ما هحط الناحية دي HB هحط الناحية دي plus HT. يبقى ده من هنا ورايح هو شكل برنولي equation في حالة الـ incompressible fluid. وابتدي بقى اشوف المسألة بتقول لي ايه، الحاجة اللي مش موجودة في المسألة ابقى شيل. اتمنى يكون الكلام ده واضح، والمرة الجاية ان شاء الله نبتدي نتكلم على الكيسز التانية اللي هتقابلني وهضطر ان انا apply برنولي equation عليها. شكرا.